بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم في هذا اللقاء ان شاء الله حنتحدث في المحاضرة الثانية من نصاق حلقة بحث. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن المكونات الأساسية للبحث العلمي اللي بتمثل في نشر عبر بيبرز، وتحدثنا عن أقسام الساينتفك بيبرز، وقلنا إنه كل قسم له ميزات وكل قسم بيتميز بخواصه اللي مفروض يعني القارئ يستفيد منها للوصول إلى أفضل قراءة وأفضل نتائج يحصل عليها من الاطلاع على الساينتفك بيبرز. اليوم إن شاء الله نستكمل في مكونات الساينتفك بيبرز أو الأوريجينال أرتيكلز، ونبدأ بالأوثرز أو الناس اللي كتبت البحث العلمي. ممكن يكون كتاب البحث العلمي في بيبر معينة هو one author، أو ممكن يكون ثلاثة أو اثنين أو أربعة، أو ممكن يكون أكثر من هيك العدد. لكن في هناك نظام بيحكم كتابة الأسماء للأوثرز وترتيب الأسماء، كمان هذا له نظام محدد ومعين. يمكن في المجال الهندسي يختلف النظام عنه في المجال الطبي أو المجال الفيزيائي، لكن احنا حنتكلم عن الساينتفك بيبرز بما يخص التخصص العلوم الطبية المخبرية أو المجال الطبي بشكل عام، ونتحدث عليه بشيء من التفصيل بما يخص الآلية والمعايير اللي بيتم فيها كتابة أسماء الأوثرز، الناس اللي كتبت وصممت الساينتفك بيبرز. وقل لي الأوردر أوف أوثرز إز إمبورتانت، وات كان يو تيل فروم إت، إيش اللي إحنا ممكن نتحدث فيه بما يخص اللي هو ترتيب أسماء الأوثرز. The most common way authors are listed is by relative contribution. هذه القاعدة الأساسية والعامة واللي بيطبقها الغالبية من الـ scientific journals اللي بيتم من خلالها نشر الـ scientific papers، إنه اللي بيتم ترتيب أسماء الباحثين أو الكتاب لـ scientific papers بما يتوافق مع relative contribution، بما قدموه في من جهد في هذا البيبر. يعني في عندي أنا scientific paper محدد، scientific paper هذا خرج إلى الضوء بعد تصميم التجربة وجمع العينات وعمل تجارب محددة وطلعت نتائج، والنتائج هذه انكتب عليها discussion وrecommendations والأمور هذه. في ناس اشتغلت بشكل أساسي وكانت هي الأساس، العمود الأساسي في إنشاء هذا scientific papers، يبقى معناته هو بدي نحط اسمها الاسم الأول، والاسم الثاني الناس اللي قدمت أقل فأقل فأقل. لكن احنا بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه last author in the group is the principal investigator. الدرجة عليها الأمور انه آخر اسم هو بيكون اسم الإنسان أو الباحث الأساسي اللي هو مسؤول عن البحث والمرجعية العلمية لهذا البحث. واللي last author in a group is a principal investigator، هو المشرف الأساسي، هو الأب الروحي لهذا العمل الأكاديمي، بيكون دائما هو آخر اسم، وأول اسم بيكون الباحث اللي قام بالعمل الأساسي والمجهود الأكبر في إنشاء scientific paper. طيب الآن إحنا بدنا نستكمل بنقول the meaning of the list order of author on a paper varies between fields. المجالات قلنا إنه الهندسية ممكن يكون لهم نظام، الفيزيائي المجال العلمي الفيزيائي، المجال الطبي إحنا طبعا سنتحدث عن المجال الطبي. بيقول in certain areas، يعني في بعض المناهج والطرق والمدارس في بتتكلم عن آلية كتابة أسماء الباحثين في الساينتفك بيبرز. بناس قالوا إن إحنا ممكن نستخدم الطريقة اللي هو الترتيب الأبجدي بالأسماء، بغض النظر قديش كان حظ كل كاتب من هذول الأوثرز في قديش قدم في الساينتفك بيبر أو اللي هو أنشأ الساينتفك بيبرز بمجهود معين،
هو ما بنظروش له قد كم المجهود اللي تم اعطائه من قبل باحث معين من مجموعه الباحثين اللي قدمت البيبر، وانما بينظروا له كالترتيب بيكون على اساس اللي هو الفابيتيكالي، بمعنى اللي هو الترتيب الابجدي حسب الاسماء. هذه طريقه. وريزن اذرز في طرق اخرى، الكونفنشن انكلود citing every person who contribute in some way to the project. Citing every person who contributed in some way to the project، يعني بمعنى انه كل واحد شارك في هذا العمل بينحط اسمه بغض النظر يعني عن ترتيبات معينة، وانما اللي هو انه خلص كل انسان بياخد نصيب، يعني بيكون النصيب متساوي وتظهر الاسماء بشكل انه هي قدمت بشكل متساوي لل establishing scientific papers. وبالتالي هنا ما لا ينظر الى الاسماء باعتبارها انه هي مرتبة حسب قديش كل واحد قدم مجهود في إقامة هذا البيبر، وانما بيكون انه كلهم مشاركون وينظر لهم كمستوى واحد من المشاركة. لكن في بعض الاتفاقيات وبعض المفاهيم بما يخص كتابة اسماء الباحثين، الأساس هو magnitude of contribution، قديش حجم العمل اللي قدمه كل واحد، وبالتالي اللي قدم عمل كبير بيكون هو الاسم الأول، ثم يليه الأقل فالأقل، حتى نصل إلى المسؤول الأكاديمي أو المسؤول الرئيسي على هذا العمل، هو بيكون آخر اسم للمسؤول أو الأب الروحي للعمل الأكاديمي هذا. الفيرست أوثر، إذا نحن الآن صار عندنا مفهوم إنه الفيرست أوثر بالغالب في الساينتفك بيبرز اللي هي بتتحدث في المجال الطبي ومن ضمنها العلوم الطبية المخبرية، الفيرست أوثر يبقى هو الأكثر إنسان قدم مجهود لإقامة وإنشاء هذا العمل البحثي اللي تمثل بالساينتفك بيبر. بقول لي is most often the person who has contributed the most to the work، هو أكثر إنسان قدم عمل في هذا البحث. This contribution can be through design of the study، يعني هو لما بقدم أكثر مجهود هو قدم مجهود بصورة إيش الصور اللي ممكن يقدمها الفيرست أوثر لإقامة مثل الساينتفك بيبر متحدث عنه. ممكن يكون هو قدم designing of the study، هو اللي صمم الدراسة. Performing experiment، هو اللي قام بعمل التجارب. Collecting data، هو اللي جمع الداتا والمعلومات اللي بتمس واللي بتنفع الريزلتس. Analysis للداتا اللي هو تحليل النتائج. والرايتنج للبيبر، هو اللي قام بالكتابة. وبالتالي هذا المجهود، المجموعة الجهود اللي احنا نتحدث عنها اللي هو عمل الديزايننج للستادي والاكسبيرمنت، انه يعمل هو اللي قام في المعمل واشتغل في المعمل، وهو اللي جمع الداتا، هو اللي عمل اناليسيس للداتا، هو اللي كتب الدسكشن، هو اللي كتب الريكومنديشن. كل هذه الامور ممكن يكون في الفيرست اوثر له نصيب الاسد فيها، وبالتالي هو يستحق يكون هو اللي هو الفيرست اوثر لهذا المجهود. طيب احنا الفيرست اوثر فهمنا من هو وليش هو كان فيرست اوثر. الان خلص ما فيش داعي ان احنا نتحدث عن السكند والثيرد والفورث اوثر، بالتالي هو بيتم ترتيبهم حسب المجهود اللي قاموا فيه، وبالتالي اصبح صار مفهوم انه مين هو السكند اوثر او ايش بيعنيني او ايش بيعني لنا السكند اوثر وايش بيعني لنا الثيرد اوثر وايش بيعنينا اللي هو الفورث اوثر وهكذا. وكمان اللاست اوثر اللي احنا قلنا اللي هو السوبرفايزر لهذا العمل بشكل عام. طيب في عندنا حاجه اسمها هونوراري اوثرشيب. هونوراري اللي هو الفخري، يعني ممكن يكون في بعض الأحيان بيوضع أوثر اسم أوثر، لكن هو الأوثر هذا ما قامش بعمل يخدم هذا الساينتفك بيبر، هو ما قامش بمجهود معين لا في الكتابة ولا في التصميم ولا في عمل المختبر، وبالتالي هذه الإضافة كانت إضافة فخرية، وهذه يعني بتكون موجودة في بعض المجتمعات اللي بتجامل بعض الناس على حساب الشغل للزملاء. وفي بعض الأحيان بيكون هذا بتمثل مثلا في رئيس القسم،
فبعض الباحثين اللي هم موجودين في القسم هذا بيحطوا اسم رئيس القسم كإضافة فخرية، بغض النظر هو مشارك أو مشاركش في هذا البحث، فإحنا بنسميه هونوراري أوثرشيب، يعني هذه إضافة فخرية، هو لم يقدم شيء لإضافة على البحث العلمي. ممكن يكون رئيس قسم، ممكن يكون هو السينيور ريسيرشرز، هو مسؤول الباحثين، وبالتالي هو شخصية اعتبارية، بكون موجود في الحقل أو البيئة اللي بيشتغلوا فيها الباحثين، فبضيفوه من باب المجاملة، من باب التودد، من أي باب آخر، لكن هو في الحقيقة لم يقدم شيء. هذا احنا بنسميه honorary authorship، ولكن يعني بدنا نقول هنا إنه هذه الإضافة إضافة غير حميدة وغير جيدة، وإنما يجب أن يضاف بس الأسماء اللي هي شاركت في العمل وإقامة هذا البحث العلمي. في نوع ثاني من الأوثرز اسمه guest authorship. الجست authorship will be used for multiple persons including to increase the apparent quality of the paper by adding well-known name. الجست authorship اللي هو المقصود فيه الكاتب الزائر. الكاتب الزائر هذا بيكون بيتم اضافته على من ضمن الاوثرز في الساينتفك بيبرز بهدف جلب مصلحه للبيبرز وللناس اللي اشتغلت فيه. بيكون مثلا هذا ويل نون نيم، يعني بيتم اضافه اسم معروف في الوسط العلمي، الاسم هذا معروف انه هو اشتغل بيبرز، وبالتالي اضافه اسمه ضمن الاوثرز بيدي كواليتي للبيبر، بيدي دسم للناس اللي تطلع عليه وبتشوف الاسم، وبالتالي هذا الكلام بيعطي زخم وكواليتي للبيبر امام القارئين. في بعض البيبرز اللي بتسويها بعض المصانع والشركات اللي بتصنع الطعام او الادوية او ايا كان، بتضيف اسماء ناس اكاديميين عشان يضفوا الصوره الاكاديميه للبيبرز اللي بنشروها، لانه الساينتفك بيبرز اذا ما كانتش منشوره من مراكز بحثيه مرموقه او من جامعات محترمه، الناس ما بتكونش مقتنعه فيها يعني بشكل كامل. اما انه الشركات والمصانع الكبيره اللي بتعمل ابحاث معينه اللي بتلاجد نفسها انه هي من الافضل الها انه هي تضع اسماء اكاديميين ودكاترة الجامعات عشان يضفوا صورة مصداقية وصورة اكاديمية على الابحاث، وبالتالي هذا النوع من الاضافة بنسميه guest authorship. يبقى في عندنا honorary authorship اللي هو هذا يعني اضافة شرف بس يعني من غير ما يكون في اي مجهود قدمه، وبالتالي هذه بتكون فيها نوع من المجاملة او مصلحة معين. وفي الجست اوثرشيب بيكون في اضافة لاسماء لامعة معروفة في الوسط الاكاديمي حتى يضاف مور كواليتي للساينتفك بيبرز اللي بتتحدث عنها، او انه المصانع والمجال التجاري بيحب يضيف اسماء اكاديمية من دكاترة الجامعات عشان يدي للبيبر صفة أكاديمية تقنع القارئين. هذه الرسمة الأمامي بتوضح إنه في أنواع ثلاثة، اللي هو الجست أوثرشيب اللي هو الضيف، في الجفت أوثرشيب اللي هو الهونوراري، والجوست أوثرشيب. الجوست أوثرشيب هو الأسوأ هم على الإطلاق، إنه يكون في ناس اشتغلت فعلا في البحث ولم يتم إضافة أسمائها من ضمن الأوثرز، وهذه بتكون يعني تحدث مشاكل في بعض الأحيان بين الأوثرز، وبيصير في ظروف معينة في النهاية لا يوضع اسم بعض الناس اللي اشتركت في هذا البحث، ما بيحطوش أسميها، وهذا طبعا بيكون نقيض للهونوراري أوثرشيب، لأنه الهونوراري أوثرشيب انضاف اسمه هو ما قدم الشيء، الجوست أوثرشيب قدم شيء للبحث العلمي ولكن لم يتم إضافة اسمه لسبب معين. يبقى الثلاثة هذولا احنا بنسميهم inappropriate authorship. inappropriate يعني هذولا اضافات غير مناسب، لا الجست ولا الجفت الهونوراري ولا الجوست authorship، وهذه الثلاث انواع من الاوثرشيب غير محمودة وغير مقبولة في الوسط الاكاديمي. بيقول لي many journals currently adhere to the guidelines of international committee of medical journal editor which has established four criteria that each author of a paper should meet.
يعني هنا بيقول انه الجمعيه جمعيه المجله الجمعيه الدوليه للمجله العلميه للإديتورز توافقت على انه يجب على الاوثر يكون يتحقق في واحد من الاربع معايير اللي حنذكرها الان. بمعنى اخر هم ايش بدهم يعملوا؟ هم بده يقولوا انه طب مين هو الاوثر؟ يعني هو واحد كتب مثلا جمله صار اوثر، طب هو واحد مثلا جاب فكره صار اوثر، يبقى مين هو الاوثر؟ ايش المعايير اللي عندي بتتوفر عشان اقول انه انا هذا الرجل اللي عندي فعلا يستحق انه هو يكون اوثر سواء الاول او الثاني او الثالث، وبالتالي لازم يكون تنطبق عليه احد المعايير الاربعه اللي حنذكرها. يبقى معناته هذه المعايير الاربعه اذا انطبقت واحده منهم على اي واحد من الاشخاص اللي شاركوا في هذا العمل يبقى هو يستحق يكون اوثر. النمره واحد قال لك significant involvement in study conception design data collection or data analysis او interpretation. يبقى هو اشتغل significant involvement، يعني هو كان له مشاركه حقيقيه، مشاركه كبيره في عمليات يعني التصميم الساينتفك بيبر، منها ضمنها اللي هو الديزاين، الداتا كولكشن، الداتا اناليسيس او انتربريتيشن. يبقى اي انسان قام بهذا العمل بواحد من هذول الاعمال بشكل ملحوظ وواضح هو يستحق يكون من ضمن الاوثرز. اثنين، اي واحد انفولفمنت ان درافتنج اور ريفايزنج مانوسكريبت يستحق يكون اوثر، يعني انه اي انسان كان شارك في المراجعه والمتابعه للعمل والكتابه وهو تصمم وصاغ هذا الصياغه للساينتفك بيبر وايضا يستحق ان يكون من ضمن الاوثر. نمره 3، approval of final version of manuscript for publication. الشخص اللي كان مسؤول على انه يطلع البيبر في النسخه النهائيه تبعته الفاينل فيرجن ويكون صالحة انه هي مانوسكريبت حقيقي للببليكيشن، يعني هو المرجعية العلمية هو اللي كان اللي اعطى الابروف من بعد مراجعته للاكسبيرمنت وبعد مراجعته للداتا وبعد مراجعته لتحليل النتائج اعطى الابروفال، برضو هذا يستحق ان يكون من ضمن الاوثر. اخر شيء اللي هو responsibility of accuracy and integrity of all aspects of research، يعني الشخص اللي هو المسؤول الأخير عن دقة العمل وتكامله وأنه هذا العمل يستحق أنه يرتقي إلى يكون scientific research اللي هو إحنا بنقول عنه last name اللي هو الresponsible والinvestigator الأساسي اللي هو بيعطي الصلاحية أنه فعلا بيقول أنه هذا عمل يستحق أنه يكون يتم نشره ويرتقي إلى أنه ينتشر في مجلة علمية، معناته بيكون يستحق أن يكون من ضمن قائمة الأوثرز. يبقى معناته أي إنسان تنطبق عليه واحد من الأربع معايير اللي حكيناها هو ينطبق عليه أنه يكون أوثر، غير هيك هو لا يستحق يكون من ضمن قائمة الأوثرز. بعد الأوثر، بعد العنوان والأوثر في الأوثرز في المجلة العلمية بنيجي بنلاقي تحتيها في عندنا الأبستراكت، واحنا حكينا الابستراكت هو يعني عبارة عن ملخص ما تم عمله في الساينتفك بيبر، وهذا الابستراكت الهدف منه انه لما يكون عندي انا ساينتفك بيبر مثلا 10 صفحات بدل ما انا اطلع واقرأ 10 صفحات وفي الاخر اكتشف انه انا البيبر هذا مش هو اللي بنسبني ومش هو اللي انا ببحث عنه، هو لا بيجيب لك ابستراكت وبدي لك ملخص من 150 ل200 كلمة عن المشكلة واللي هو بده يحلها، عن الطريقة اللي هو اشتغلها وعن النتائج اللي توصل إلها وإيش استنتاجاته وإيش الconclusions اللي طلع فيها. هذا الكلام في بس من 150 ل200 كلمة، فأنت بتقرأها إذا وجدت أن هذا البيبر أنت فعلا هذا اللي أنت تبحث عنه بتكمل، وجدت أنه هو بعيد عن الفيلد اللي بدك إياه أو specific point اللي أنت تبحث عنها معناته أنت بتشوف بيبر آخر بدل ما تضيع وقت في قراءة 10 صفحات. يبقى بقول لي you first read the abstract in order to understand the major points of the work. قراءتك للابستراكت انت بيعطي لك اللي هو الميجر بوينتس اوف ذا ورك، وبالتالي انت بتحدد هل تكمل في قراءته او ما تكملش.
طيب الابستراكت في له صفات يجب ان تتوفر فيه عشان احنا نقول والله انه هذا الابستراكت فعلا بيخدم الهدف اللي هو وضع من اجله. هو لازم يحتوي على البيربوس اور راشونال اوف ستادي، وليش اقيمت الدراسه من اصلا، عشان انت تعرف انت هو اساسا هو ايش اللي بده اياه الكتاب اللي كتبوا هذا البيبر، هم ايش اللي بدهم اياه، ليش هم راحوا اساسا لكتابه هذا البحث. اثنين الميثودولوجي، هم بتكون شارح لك في سطر او سطرين الطريقه اللي اشتغلوا فيها خلال عملهم في هذا الساينتفك بيبر. الثلاث نمره ثلاثه الريزلت، لازم تكون في مكتوب الريزلتس والكونكلوجن، كل هذا مختصر بيكون موجود في الابستراكت ب 150 ل 200 كلمه، وتستطيع انك انت يعني تستبين انه هل انت بناسبك هذا البيبر ولا تبحث عن ساينتفك بيبر اخر. هذا بما يخص الانترودكشن. بما يخص الابستراكت، نيجي الان على الانترودكشن. الانترودكشن مهم جدا، بعد انت ما تقرا الابستراكت وقررت انه انت لازم تكمل وانه هذا البيبر بناسب للبوينت اللي انت بتدور عليها، بقول الانترودكشن كليرلي ستيت ذا بروبلم بينج انفستيجيتد اند ريزونز فور ذا ريسيرش. الان بصير في تفصيل اكثر وتوضيح اكثر الفكره، بيبدا في الانترودكشن الكتاب يعطوا لك توضيح اكثر للمشكله اللي بدهم يعالجوها وليش هم راحوا يعملوا هذا البحث وهم ايش المشكله اللي بدي يعالجوها. الشغله الثانيه هم بيجيبوا لك يعني في بلدان اخرى وباحثين اخرين بيذكروا هم ايش اللي توصلوا له، طب ايش الطرق الجديده اللي تم اكتشافها، طب ايش النتائج الجديده اللي ممكن توصلوا لها، وبالتالي هم بيدوا لك باك جراوند مهم جدا عن النقطه اللي شغالين عليها، وبالتالي انت يعني بضعوك في الصوره اللي هم كانوا شغالين فيها. طب ايش صفات الانترودكشنز؟ الصفات الانترودكشن يعني هي لازم تتوفر فيها حاجتين، creating readers interest in the subject. هو الهدف من الانترودكشن هو يعطي لك جو من الانترستنج والاهتمام بهذا البيبر من خلال تفصيل للمشكله وايش السبيل اللي هم سلكوه في سبيل ان هم يصلوا للنتائج اللي وصلوا لها. اثنين providing them with enough information to understand the article. هو بدي لك انفورميشن مسبقه عشان انت تفهم الارتكل، يعني هم بدوا لك المعلومات مركزه ومكثفه للنقطه اللي انت اللي هم اشتغلوا عليها، وهذه المعلومات بتفيدك انه انت لما كملت قراءه البيبر بتكون انت عندك خلفيه عن البوينت اللي بدك تشتغل عليها او خلفيه جيده عن المجال اللي هم اشتغلوا عليه. فالانترودكشن يجب ان يتوفر فيه انه هو يعطي القارئ الانترستنج الكافي انه هو يكمل فيه اذا كان هو وجد انه فيه انه هو البيبر هذا بيناسبه. اثنين هو لازم يدي لك يعني معلومات معقوله وكافيه انه انت تستطيع انك انت تستوعب وتفهم الداتا والريزلتس اللي طلعوا فيها. بقول لي generally introductions accomplish this by leading reader from broad information to more specific information. الطريقة اللي بيستخدموها في كتابة البيبر الانترودكشن في البيبر ان هو يبدأ في البرود انفورميشن. البرود انفورميشن يعني المعلومات العامة، المعلومات اللي بياخدك بداية بيبدأ معك بالمعلومات العامة ثم يبدأ بالتخصص بالتخصص الى ان يصل الى السبيسيفيك او فوكال بوينت اللي هو بده يصل اليها، وبالتالي هو بخشش على طول على النقطة اللي هو بيشتغل عليها، وانما هو بياخدك من معلومات عامة ثم يفصل ثم يفصل اكثر فاكثر حتى يصل الى الفوكال بوينت النقطة المركزية اللي احنا بنتحدث عنها او البيبر بيناقشها. Thus authors describe thus authors describe previous work that led to current understanding of the topic the broad and then نفس الكلام اللي احنا حكيناه بياخدك من المنطقة الواسعة الى اضيق اضيق حتى تصل للفوكال بوينت. نيجي بعد هيك للماتيريال ماتيريالز والميثود. بعد المقدمة بيبدأ يخش مع القارئ في البيبر على الطرق اللي استخدمها، الطرق العلمية اللي استخدمها في البحث، وهذا طبعا مهمة جدا. في بقول لي provide the reader enough details so that they can understand and replicate the research. الشرط الأساسي في انه يكون الماتيريالز والميثود مناسب ومرضي
انه يكون هو يحتوي على ديتيلز كافية عشان القارئ يفهم، ولو استطاع القارئ أو لو أراد القارئ أنه هو يعيد الشغل يعيده بأريحية بناء على المعلومات اللي أخذها من الماتيريالز والميثود اللي هو موجود في البيبر. معنى آخر يعني أنه طريقة العمل اللي استخدموها في الساينتفك بيبرز أي قارئ يستطيع أنه يقرأها يجد فيها معلومات كافية، ولو أراد أنه هو يعيد الطريقة اللي استخدموها الأوثرز وهو يعيدها بنفسه في المختبر تكون المعلومات اللي أخذها كافية وشافية ويعتمد عليها. وهذا شرط أساسي أنه تكون الماتيريالز والميثود يعني تقبل في النشر. Should you read the السؤال هنا should you read the materials and method، يعني هو السؤال بيقول إنه إحنا في البداية لما نقرأ الماتيريالز والميثود هو بالضرورة لازم أنا أقرأها يعني قبل ما أخش على النتائج؟ هو الصحيح إنه لا، مش بالضرورة. في كثير من القراء أو بالأحرى المتمرسين في قراءة scientific papers بيقول إنه often you can skim over before the result، يعني انت قبل ما تصل للريزلت انت اقراها قراءه يعني عابره بس للاطلاع وبعدين بتروح على النتائج. When you get the results، لما تصل للنتائج you may need to flip back to them to clarify how experiment was done. شوف النتائج وتطلع على النتائج، اذا النتائج من خلالها بتتعرف على النتائج كيف طلعت والنتائج اللي امامك انه فعلا انت انترستنج فيها وفعلا انه انت الان حابب انه تعرف كيف هذه النتائج وصلوا لها، ترجع تقرا الماتيريالز والميثود بالتفصيل. طب احنا كلام ليش هذا بنحكي؟ ايش معنى الماتيريالز والميثود اللي حكينا فيه الكلام هذا؟ لانه الماتيريالز والميثود مركزه كثير واكثر جانب معقد في قراءه الساينتفك بيبر، ولانه هو يحتوي على حسابات وفورميولاز وبيحتوي على طرق تسخين وطرق خلط وطرق دايلوشنز والعديد من الطرق العلمية المخبرية، وهذا الجانب بيكون شوية معقد، وبالتالي مش بالضرورة انه انت تروح تشغل نفسك في طريقة الشغل اشتغلوه، وانما انت يمكن بهمك بس الريزلت فبتروح على الريزلت. اذا لقيت في الريزلت خلص اجابة كافية ووافية بتكمل للدسكشن، لقيت انه انت انترستنج كيف هذه النتائج طلعوها وايش السبيل بترجع تاني للريزلت. هذا بيوفر يعني جهد ووقت في قراءة الساينتفك بيبرز. بالنسبة للريزلت بقول لي presents the finding and explain what was found. طبعا الريزلتس هو بيضع فيه الاوثرز بيضعوا فيه اللي هم النتائج اللي توصلوا لها وايش الاشياء اللي وجدوها بعد ما قاموا بالشق العملي، وبيفسروا النتائج هذه في هذا الشق من الرساله. Shows how the new results are contributed to the body of scientific knowledge. هما في النتائج بدك توضح انه كيف نتائجك هذه ساهمت في انه هي دعمت الجسم المعنى المعرفي للنقطة اللي هما بيشتغلوها. يعني انت بتشتغل على نقطة محددة، بتشتغل مثلا على دواء بيعالج السرطان، بتشتغل على مثلا ميكانيزم معين في خلية الجسم الانسان، هل المعلومات اللي انت طلعتها هي تساهم وتبني وبتزيد من المعرفة المعروفة عن هذا المجال ولا لا؟ فهذا بالنسبة للنتائج، فانت بدك تقدمها بشكل انه انت بشكل واضح وبشكل يفسر المفسر وواضحة ما فيش فيها لبس، وتوضح انه فعلا هذه قدمت اضافة نوعية على المعرفة السابقة في هذا المجال اللي انت بتشتغل عليه. بالنسبة للانتربريتيشن، الانتربريتيشن تفسير النتائج، هذا التفسير النتائج ومناقشته بيجي في الدسكشن، لانه النتائج في الشق الريزلت احنا بنحطها كما هي وبنقول انه هي طلعت لي كذا وانا وجدت انه انا في عندي زيادة في المادة الكذا، في عندي زيادة في الارقام، في عندي زيادة في النمو، في عندي نقصان في كذا، لكن مناقشة النتائج وتحليل النتائج ومقارنة النتائج بنتائج ناس تانيين هذا في شق الدسكشن. طبعا الفيجرز والتابلز allow the reader to see the outcome of experiment for themselves. يجب ان يكون الفيجرز والتابلز مفسرة لنفسها وموضحة لذاتها من غير ما تحتاج تفسير من الكاتب. يعني المفروض ان الاوثرز
بيحطوا الجداول وبيحطوا الفيجرز والصور بحيث تكون واضحة وما يحتاجش القارئ انه يرجع ويستفسر من الناس او منك ويبعث لك ايميل ويقول لك انا مش فاهم الجدول هذا. لا، يجب ان يكون الجداول واضحة وميسرة واي انسان بيقرأها بيلاقي من داتا اللي بده اياها. بالنسبة للدسكشن والكونكلوجن، الداتا ار انالايز طبعا بتم فيها هنا عملية تحليل للداتا اللي طلعت معنا في الريزلتس و what the author believe the data mean. الاوثرز الان اللي كتبوا اللي طلعوا النتائج في الدسكشن بيكتبوا هم كيف ايش تحليلهم للنتائج، ايش ايمانهم بهذه النتائج، هم ايش شايفين النتائج بصوره ايش، هل النتائج يعني قدمت شيء، هل النتائج اخرت شيء، هل النتائج اضافت ولا ما اضافتش، وبالتالي هم اللي بيضعوا تصورهم ورؤيتهم للريزلتس من خلال الدسكشن والكونكلوجن. بقول you don't have agree with their interpretations. بالنسبة للinterpretations، القارئ مش بالضرورة يتوافق أو يوافق مع الأوثرز على الinterpretations اللي هم طلعوها. هما ممكن يكون الinterpretation بدهم يخدموا فكرة معينة أنت بتكون مش مقتنع فيها، مش بالضرورة. يعني أنت مش ملزم إنه أنت تأخذ interpretations اللي كتبوها الأوثرز على أساس إنه هي يعني حقيقة مسلمة، لا مش بالضرورة. أنت من حقك كقارئ إنه أنت تطلع عليها وتشوفها وتتحقق منها وترفضها أو تقبلها. The results related to other findings in the field are discussed. طبعا الأوثرز ضروري جدا يجيبوا نتائج لأوثرز تانيين في مناطق مختلفة ويناقشوها بالمقارنة مع نتائجهم. بتتم هنا يعني عملية عصف ذهني لنتائجهم مع نتائج الكوليجز اللي في المناطق الأخرى وفي جامعات أخرى وفي بلدان أخرى، وبتم هنا عمل مقارنة ودراسة وخروج بتوصيات. في الconclusion describe what the result mean regarding what was already known about the subject. Indicate how the result to the expectation and the literature. حكينا الكلام هذا، ما فيش فيه جديد. عندنا بنقف، وإن شاء الله المحاضرة القادمة راح نتكلم عن كيف نقرأ المفاصل الـ scientific papers بداية من الابستراكت وانتهاء بالدسكشن.